ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن كالعادة طعم جديد وشكل جديد وكمان قيمة غذائية عالية جدا وكمان بأقل تكلفة. الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير طاجن السجق بالبطاطس. مقاديره على الشاشة. سجق بلدي كيلو، نص كيلو، كمية حسب رغبة أفراد الأسرة. تكتر السجق، تقليل السجق دي مدرستك، ولكن أنا بلعب دور مهم جدا، بهتم بالبطاطس. بطاطس متقشرة ومنقوعة في الماء علشان ما تسودش ولونها ما يتغيرش، والمية ما نحطش عليها ملح، لأن وجود الملح مع البطاطس اللي بننقعها فيها أو بنحفظها فيها بيهري الطبقة الخارجية للبطاطس وبيخليها مايرة مش لطيفة. اوعي تحطي ملح خالص إلا هتحمريها. تحمر البطاطس، بتحط مع المية اللي بتنقعي فيها البطاطس شوية ملح. علل ولماذا؟ علشان تحمر معاك بسرعة من غير ما تشرب زيت. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض إزاي. أول حاجة هبدأ فيها البطاطس. معانا بلانشة كده حلوة، ونخلي البطاطس على إيد الشمال، جعلنا من أهل اليمين، ونقطع البطاطس دي مكعبات. معانا زيت بيسخن حلو بالشكل ده كده. الله، في بطاطس بتبقى واخده لون حمار كده لطيف حلو، دي مفيش مشكله منها، خلي بالك. شفت التقطيعه دي؟ مهمه جدا على فكره. الاطفال اللي بيخشوا المطبخ والمبتدئين ممكن البطاطسيه دي وانت بتقطعيها ايدك تتعور. هعلمك حاجه دلوقتي واحنا شغالين مع بعض، تقدري تتحكمي في بطاطسيه بتقطعيها، يعني تبقى سنه اولى مطبخ كده وتبقى عايزه تخش المطبخ بقى ايه تعمل زي الشيف. معانا بطاطسيه زي دي كده، فلازم لما تيجي تقطعيها بتلاقيها على الكاونتر او على البلانشه اللي بتقطعي فيها مش ثابته، ممكن تعور ايدك او فيها ميه. تقومي تعملي بالسكينه حته صغيره كده اهو، وتخليها كده بقت ثابته، تقدري تتحكمي فيها بصباعك اهو. نقطعها نصين، نجد عاملينها كده، ونقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه بقى. شفت ازاي؟ هو ده اهو. حاجات صغيره ولكن بتفرق، بتخليك واقفه في المطبخ مامنه ايه على كل الشغل. قطعناها بالشكل ده كده، وتقطيع البطاطس هنا مهم جدا على فكره عشان الطاجن ده يبقى شكله حلو. طالما انا بعمل حاجه سعرها قليل اهتم بتفاصيلها. الموضوع مش عشان اعمل مطبخ حلو او مطبخ جديد او طعم تاني اقعد اكلف وراح اشتري حاجات كتيره من اي ماركت. وصدقوني بجد اللي بيصرف كتير على اكله الاكله ما بتطلعش مظبوطه. دي قاعده انا عارفها من زمان. البساطة بتدينا صورة حلوة وطعم جديد وشكل جديد في كل حاجة. حتى لما يجي واحد يقولك ايه رأيك في دي، يقولك والله بسيطة وحلوة شكلها حلو. الله، الميزة ان هي بسيطة وحلوة وشكلها حلو، دي دايما كلمة بنسمعها في البساطة والسهولة. البطاطس الصغيرة دي على فكرة جميلة، انا بحبها لما تتشوي مع روزماري كده وتخش الفرن تبقى حلوة. قطعت البطاطس كده، باخدها صفيتها من المية، ببدأ أحمرها في زيت شديد الحرارة. حلو قوي، تمام. هننزل بقى كده في قلب الزيت. نعم يا غالي، والله وحشتني أسئلتك كتير والله. بقول لي إيه اللي أنت حطيته أخضر ده مع البطاطس؟ قول لي إيه هو. طيب ده روزماري، هو ده الكلام. ليه حطيته مع البطاطس؟ لان احنا كان عندنا امبارح واقفه في المطبخ، وللامانه كنا بنحمر سمك في الزيت، فانا عايز افصل الطعم بتاع السمك او ريحه السمك من الزيت. بحط ايه يا عم الشيف؟ يا اما بقدونس، يا اما روزماري، يا اما زعتر في قلب الزيت. كده انا فصلت الطعم واقدر استخدم الزيت بتاعي اكتر من مره، ولكن بطريقه صحيه بدون ما يقطع معايا. يعني ايه يقطع يا عم الشيف؟ والاسئله دي بنسالها على السوشيال ميديا. الزيت له طريقه وله قوام في القطعيه، مهم جدا لازم نعرفه. خلونا مع بعض كده واحنا شغالين، بما ان جات السيره نبص كده. اساتذه المصورين زيكو، الحمد لله على السلامه. اهو الزيت معايا، لو انا رفعته كده قطع مني، نصيحه مني ما تحمريش فيه حاجه. لو هتحمرها حتى يعني ليه بقى قطع؟ قطع كده هيبقى له مشاكل صحيه كتيره احنا في غنى عنها. ربنا يحفظنا ويحمينا يا رب كل السامعين واللي هيسمعونا. يقطع يعني ينزل مقطع. شفت الزيت نازل ازاي؟ لازق. اوعى لغايه لما اوصل فوق خالص السقف. شفت؟
حلو الكلام. طب قطع ازاي؟ بتلاقيه نازل مكلكع كده ومقطع، اعرف ان الزيت هنا ما ينفعش ان انا احمر فيه. اه وطب وليه طعم ايه يا عم الشيف؟ والمشكله دي بتيجي منين؟ منك بتسخني الزيت جامد جدا وقت كبير بدون ما تحمري فيه حاجه، يعني بتعرض لدرجه حراره عاليه جدا بدون تحمير، ودي مشكله خلي بالك. هنبدا نشتغل مع الطاجن بتاعنا. بصلايه يا ناعمه، اللهم صل على النبي، معاها فص ثوم حلو. انا بعمل دلوقتي الخلطه بتاعت السجق، معانا زبده بالشكل ده كده، ونحمرهم حلو كده. انا بحب السبايسي، الفلفل الحار باخده كده زي ما هو، بالسطور بالسكينه بقطعه. الله، هو ده. نعم، عينيا كتر لك الفلفل. الكبده والسجق من الحاجات اللي الفلفل الحار لازم يكون معاها. كبده اسكندراني، كبده محمره، كبده مشويه، اذا ما فيش فلفل حار ما بيبقاش فيها طعم. اخبار البطاطس ايه؟ زي الفل. البصلية بتاعتي تتحمر تاخد لون. نعم يا غالي، اشيلها المضايقك اشيلها. مهم جدا وانت شغاله يكون معاكي ميه بتغلى على النار، مش لازم شوربه، بس الميه لما تكون بتغلى على النار بتنجزك. البصلايه دي عايزه تاخد لون كده بالشكل ده كده. ننزل بالفلفل الملون ده. الله، هو ده. ناخد السجق البلدي بتاعنا. شوف حته السجق دي يا ابو خرجنا، شوف الجمال، شفت بتلمع ازاي؟ اه، من عند جزار حبيبنا. هنقطعه مع بعض، وهقول لك على تركية حلوه دلوقتي هتدعي لي. البعض بيجي يستخدم السجق وهو بيحمره في قلب الزيت، بنتفاجئ بان السجق اتقطع وبقى لحمه مفرومه. ده مش كويس، لازم تحافظ على شكل السجق حتى لو حطيناه في طاجن بالشكل ده كده. شفت التقطيعه دي مطلوبه اهو، والسكينه تكون حاميه اهو. نعم يا غالي، والله انا مش عايز احط السجق سليم في قلب الطاجن عشان الناس كلها تاكل. لو سليم عندنا حماده بيحب السجق هيجي واخد له الايه 5-6 حبات واخواته ما ياكلوش. اه ده اللي بقوله ده بيحصل. اه اصبح السجق عدي زي الفل. هقول لك على الطريقه دلوقتي اللي تخلي لك السجق ده واخد شكله الطبيعي زي ما هو كده بنفس الشكل. بصليه على النار، تحميره الحلوه بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه ان انا احمر البصله حلو قوي بالشكل ده كده اهو، واتاكد ان هي اتحمرت وخدت لون. ناخد السجق الحلو ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، زي ما هو. واوعى تضربي فيه المعلقه ولا الشوكه ولا السكينه ولا الزبتيوله اللي بقلب بيها، زي ما هو كده هنهزه. ركزي معايا عشان هي تيجي تركايه اه اللي عايزين نطلع منها من الشيف المغازي، زي ما هو كده مش هنيجي جنبه خالص. ومعايا غطا الحله، ركزي بقى في اللي جاي عشان ربنا يكرمنا. اه بص ازاي هعمل. اه شويه الميه دول هنا في جنب كده، شويه الميه دول هنا في جنب ده، واغطيها وهنتفرج عليه دلوقتي. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب بلانشه تانيه عشان اشتغل في شوربه البصل الفرنسيه مع بعض. يا نعم، شوربه البصل الفرنسيه مقاديرها على الشاشه. بصل، جبنه موزاريلا، توست او شرايح من الخبز ايا كان. ما لقيتيش توست هتجيبي خبز فينو، حسب الرغبه هقول لك ازاي تعمليها من المطبخ الفرنسي، وهتعمليها احسن واجمل واطعم من الفرنسويين. مش علشان حاجه والله العظيم، ومش عشان نجامل. رقم واحد البصل بتاعنا، البصل المصري من خير ارضنا، مفيش منافس له، دي رقم واحد. رقم اتنين، الشيف اللي هيعملها لف العالم كله وهيعمل لك شوربه البصل كانك رحت على باريس وشفت برج ايفل وشربت شوربه البصل دي هناك، خلي بالك. ولكن الفرق بيننا وبينهم طبيعي ان في اي مطعم بيعمل شو، بيجيب العجينه اللي هي عباره عن دي، رشه ملح، معلقه سكر، ميه دافيه من غير خميره، تتعجن العجينه ونعملها زي خبزه كده مدوره، وسيبها مرحله تخمير طويله مع بيكنج باودر
عشان تنفش وتتحط تخمير لمدة ساعتين ثلاثة، قولي وقتك زي ما انت عايز، وتخش الفرن تستوي. وبعد ما بتستوي كويس بنسيبها لما تبرد ونقطعها من فوق كده ونفرغ القلب بتاعها ونغرف فيها الشوربة. يعني من الآخر بتبقى بولة شوربة، هي شكلها والبرزنتيشن والشكل حلو، والفرنساويين بيحبوا يقدموها كده وبياكلوا الخبزة بعد ما بتاكل الشوربة. ولكن انت ممكن تقدميها في بايركس في بولة شوربة عادية يسمح دخولها في الفرن عادي. عايزة تعملي العجينة دي بتاخد وقت شوية وعايزة فرن تخمير ساعتين ثلاثة وغلبة، إيه رأيك؟ نعملها كده ولا كده؟ في مرة من المرات ومن حلقة من الحلقات إن شاء الله هنعمل لكم الخبزة الفرنسية اللي بتتغرف فيها الشوربة، عيش عادي اللي بتخبزيه في الفرن، ولكن يتخمر مرحلة تخمير عالية جدا ساعتين، وبعدين بنخبزها في قلب الفرن ونطحها من فوق أو نقطشها بالسكينة، وفي الآخر نفرغها اللبابة اللي جوه ونحط الشوربة فيها. يا نعم، ناخد فاصل؟ يلا بينا. بس قبل الفاصل ربنا وعدكم بزيارة النبي إن شاء الله، قولوا أمين. خلينا نبص على السجق إزاي تحافظ عليه وعلى شخصيته وعلى قوامه بالتقطيع للشيف المغازي، قطعها بالتركية الحلوة دي يا عم زيكو. قلبيه دلوقتي بقلب جامد، انسي. تحط معاه بطاطس، تحط معاه قلقاس، تحط معاه خضار، هو خد الشخصية. ليه يا عم الشيف؟ لأن حطيت عليه شقشاء مية بيغلي وغطيته، فهنا حتة اللحمة والسجق خد شكله الطبيعي. بص لنا عليك، اهو ده، اهو مكعبين من الزبده. الشيف المغازي علمنا الزبده بتساعد على احمرار البصل سريعا. هننزل بالبصل ده هنا كده، يلا بينا اهو ده الله، ونسيبه يتحمر البصل مع التقليب الجيد. السجق بيستوي، شفت ازاي انا شغال؟ ونسيب ده على النار، ما تستعجليش عليه وعمرها ما هتتحرق منك ولا طعمها يمرر منك، لان انا مامن عليها، مامن عليها بشويه دقيق. هناخد البطاطس بتاعتنا الحلوه، يلا بينا طاجن السجق، يلا نقفله مع بقى. هو ده حلو، نقلب الحلويات دي مع بعضيها. الله، لا قلب بقلب جامد. اذا لقيت حبايه سجق فتحت او قالت بم زي ما بيقولوا، انسى، تقطعت هي هي اهو. والبطاطس نازله عليها محمره واخده اللون البرونزي الجميل الحلو. كل القصه احط شويه شوربه. الله، حلو. القوام هيجي لنا طبعا من الايه، النشويات بتاعه البطاطس. خليها على النار كده، عندنا طاجن حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. يلا بينا نشوف الطاجن، هو ده. ايه الاخبار عشان ندخله الفرن ونخلص منه؟ طاجن البطاطس بالسجق. البهارات هنا بقى تحط في الاعتبار ان السجق فيه بهارات، فاحنا عايزين نعمل شويه توابل حلوين كده. ده فلفل اسود، الملح بتاعنا، كنترول على الملح، شويه بهارات من الكاري. دي الصوره مفتوحه في التوابل، دي بابريكا، شويه كركم حلوين، انا بحب الكمون. نقلب كل ده مع بعضه. الله، دي عدلها الرز اللي هعمله دلوقتي، حبه وحبه. ناخد ده على فين؟ يلا بينا هو ده. اللهم صل على النبي، تاكلي صوابعك وراه. حط ده كده على الوش، والروزماري ده على الوش، جرنش. هندخله الفرن يا عم الشيف. بصراحه انا لو قدام الطاجن ده هاكل البطاطس واسيب السجق للاولاد يتهنوا بيها بألف هنا وشفا. للأمانة عايز أعمل جرنش كده، بما إن أنا مش حاطط طماطم كتير، هنحط الطماطم دي على الوش. عنوان الطواجن بتلاقي شوية طماطم بالشكل الحلو ده كده، خسرناش حاجة إحنا، مع عود الروزماري الحلو ده كده. جوزي بيحب الحار، تاخد الفلفل الحار ده كده على الوش برضو، أهو الشكل بإيدك أنتي، أهو جرنش. درجة حرارة الفرن عندي 180. بسم الله الرحمن الرحيم، نأمن الفرن بتاعنا، هندخلها الفرن تاخد لون، وأهم حاجة تتحط على الشبكة مش أرضية الفرن. يلا بينا نشوف الطاجن الحلو اللي بيتكلم مصري بسجق بلدي، والبلدي يوكل يا عم فاروق. الصورة الحلوة من داخل الفرن، اللهم صل على النبي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا الطاجن الحلو اللي بيتكلم مصري، طاجن السجق
بالبطاطس، ألف هنا وشفا للي ياكل. اهو دلعولي يا فاروق، ندخل شوربة البصل، وبالله عليك ويوعدك بزيارة النبي تفكرني بيها، لأن دي عايزة في الفرن بالظبط دقيقتين. اه ما تزعلنيش. اه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الصورة هتيجي من على الكاونتر ولا من الفرن؟ والصورة من داخل الفرن بتتكلم فرنسي ولكن بشقاوة مصرية. خلونا ناخد فاصل ولا هنكمل يا شباب؟ نكمل. طيب تعالوا شوف مع بعض الرز اللي هو حبة وحبة. أنا قلت لحضراتكم أساسه السمنة البلدي. حلو الكلام؟ عايز طاسة حلوة؟ أهو. We'll be right back.